أهلا وسهلا فيكم بعالم بيكتيف، جيل جديد من الفوط الصحية النسائية. كل سيدة بتتمنى تستخدم الفوط الصحية مصنوعة من القطن الناعم، بس للأسف أغلب الماركات الرائجة بالسوق مصنوعة من المواد الغير قطنية واللي بتسبب الحكة والحساسية، وهذا الشيء فعلا بيزعجنا وبيخلينا مو مرتاحين. مشان هيك اليوم أنا حشارككم السر، الحل الأمثل والوحيد، بيكتيف. هلأ خلينا نقارن بيكتيف مع إكس من العلامات التجارية. مثل مو شايفين هون براند إكس، الغلاف مصنوع من البلاستيك واللي بيسمح للبكتيريا والرطوبة إنها تمر، بالإضافة لذلك وقت بتنفتحه ما فينا نرجع نغلقه، بينما غلاف بيكتيف مصنوع من ورق الألمنيوم يلي بيمنع البكتيريا والرطوبة، وبسهولة تامة بعد ما نفتح العلبة فينا نسكرها بإحكام. بالإضافة لذلك خلينا نقارن الطبقة السطحية للمنتجين. براند إكس فينا نشوف السطح الخشن البلاستيكي، وبيكتيف فينا نشوف 100% قطن ناعم. مشان هيك مع بيكتيف لا حكة ولا حساسية. وقت بيكون الموضوع متعلق بالامتصاص، هذا عامل جداً مهم بالنسبة لنا كنساء، لذلك هلأ حقارن منتجنا بيكتيف وبراند إكس بالنسبة للامتصاص. يلي حعامله أنا حضيف 60 ميلي من السائل لكل فوطة صحية، حشوف شو حيصير. خلينا نبلش الاختبار. حضيف أول 20 ميلي، ثانية، والثالثة. في براند إكس هعيد نفس العملية، الأولى، ثانية، والثالثة. مثل ما شايفين هون التسريب بلش. هلا أنا سكبت 60 ميلي. حنشوف هلا ببيكتيف كيف حولت السائل كله لجيل، بينما هون إذا حطينا ورق محارم ببيكتيف وببراند إكس فينا نلاحظ الفرق. وإذا أخذنا براند إكس وعصرناه حنشوف كيف المي عم ينزل من الفوطة، أما إذا أخذنا بيكتيف ولا شيء حيطلع من الفوطة الصحية. لذلك الحل الوحيد ليومك هو بيكتيف، لأنه صار فيك تتحركي براحة ونشاط أكبر، وكوني حرة وعيشي يومك بشكل طبيعي مع بيكتيف. اختبارنا هلأ لنورجيكم كيف بيكتيف بيحول كل السائل لجيل، لذلك رح حط الفوطين بقلب 20 ميلي من السائل وحانتظر حتى يتم امتصاص السائل. هذا الاختبار بيشرح ليش بيكتيف ما عنده تسريب من الجوانب، لأنه هو بيحول كل السائل لجيل. لذلك هاي الفوطة العادية خليت السائل موجود، أما هون مثل ما شايفين ما في تسريب، لأنه السائل تحول لجل داخل الفوطة بسبب وجود الحبيبات والمسؤولة عن الامتصاص. مشان هيك مع بيكتيف لا تسريب جانبي بسبب قدرته العالية على الامتصاص. اختبار رقم 2،
هو حتى نشوف بيكتيف يلي بيحتوي على سطح قابل للتنفس. كلنا منعرف انه البيئة الرطبة بتجذب البكتيريا لتنمو وتتكاثر، يلي بيخلق بيئة غير صحية. لذلك خلينا نبلش الاختبار. رح اسكب مي سخنة للكاستين، وحغلفها بالطبقة السفلية لكل فوطة. وححط الكاسة الثانية على سطح الطبقة. البخار هون رح يدلني على قابلية الطبقة السفلى على التنفس من بيكتيف. مثل ما شايفين هون البخار صار على الكاسة الثانية، لأنه الطبقة السفلية لبيكتيف أخذت الرطوبة لبرا، بينما براند اكس احتفظت بالبخار بالكاسة الأولى، واللي بيعني انه هو ما اخترق الطبقة السفلية. مشان هيك خليكي منتعشة وصحية مع بيكتيف. شو الشي اللي بيميز بيكتيف؟ وليش بيكتيف هو الجيل الجديد من الفوط الصحية؟ لأنه بيحتوي على الشريحة الخضراء، واللي هي تركيبة من 4 عناصر حيوية: نانو الفضة، الأيونات السالبة، الأشعة تحت الحمراء، والتموجات المغناطيسية. هي التركيبة بتمنع البكتيريا وبتزيل الروائح الكريهة. لذلك مع بيكتيف لا بكتيريا، لا حساسية، لا حكة، ولا روائح مزعجة. لأيامك الخاصة بالشهر بيكتيف.